يحفظك ويسلمك. فعلا اليوم ضيفنا يعني من العيار الثقيل إن صح التعبير، هو ضيف وهو صاحب مكان في نفس الوقت، ولكن نوعدكم بأن لا يكون ضمن اعتبارات حوارنا معاه بأنه صاحب المكان، فلا محاور معدة ولا أسئلة مجهزة ولا خطب مكتوبة، مجرد حوار تلقائي، نقاش تلقائي، راح نلامس وننتقل فيه من قضية إلى قضية، وكل القضايا تلامس بالتأكيد اهتماماتكم واهتمامات نقاشاتكم التي تتكرر يوميا في الدواوين في الشأن المحلي وفي الشأن الدولي وغيره. ضيفنا أحيانا تكون يعني عنده آراء حادة وكلمات حادة، ولكن هذه الحدة كانت تؤلم البعض وتغضب البعض وتشفي غليل البعض، ولكن المفارقة أن بعد فترة من الزمن تكون له آراء تغضب من أشفى غليلهم رأي السابق وتشفي غليل من أغضبهم كلام السابق، وهذه المفارقة هي أمر محدود محمود للأمانة، لأن السياسة والإعلام ما في تقديس لأشخاص، هناك قضايا يتحول الرأي حسب هذه القضايا. ضيفنا غاب عن الإعلام لسنوات طويلة، لم يظهر في الإعلام، ما أدري كان زعلان علينا ولا شنو الموضوع، ولكن منذ سنوات لم يظهر في الإعلام، أكيد في جعبته الكثير اليوم لنستمع لآرائه والناقش حول القضايا المهمة إن شاء الله. خلوني أرحب بضيفنا الكريم الشيخ صباح المحمد، مساك الله بالخير شيخ. مساك الله بالخير. يا هلا ياك الله. كذلك أبي أرحب في زملائي الكرام وهو أعضاء الديوانية اللي تعرفونهم وتعودتوا على مشاهدتهم معنا، الأستاذ نصار الخالدي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبتين. أستاذ علي نصير، مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، ونمسي على ضيف الحلقة اللي إحنا ضيوفه في القناة. طول عمرك. ونشكر على يعني تواجد اليوم ويانا، يعني بس نذكر ان ترى قانون تعديل المرئي والمسموع رد، فمساك الله بالخير. ورد مساك الله بالخير. طيب دكتور ابراهيم دشتي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، انا سعيد اني موجود في الحلقه اللي موجود فيها ابو محمد، وانا متاكد ان شاء الله راح تكون حلقه دسمه ان شاء الله. استاذ غازي الدوسري، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، امسي عليك وعلى ضيفنا اللي صراحة مستمتعين بوجوده معنا بعد غيبة طويلة. نعم. وعلى الزملاء حياك الله. حياك الله شيخ. أبي أبدأ قبل لا أبدأ في محاورنا، نناقش الشأن المحلي والإقليمي والسياسة والحكومة وكل هذه الأمور، وسنبدأ بالموضوع قد يكون الأهم وهو موضوع الأسرة، ولكن قبل هذا يؤخذ عليك أن مصطلحاتك دائما حادة. أنا قدامي مقال كاتب فيه طز 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 في الديمقراطية، وبعض المصطلحات غيرها اللي تستخدم مصطلحات يعتبرها البعض ويأخذها أنها حادة شوية. داش حامي من بدايتها. يسخن يسخن. مفردة كلمة طز تعني الملح باللغة التركية. نعم. وانتشرت في عالمنا العربي حين كان الأتراك لا يأخذون جباية أو جمارك على الملح، فكانوا تجار العرب عند البوابات لما يجي له يقول له شنو بضاعتك، يقول له طز، فيرد العسكري حق العسكر قال له طز يعني فوتة. طيب فهي كلمة غير ما يقصدونها الناس، صارت إسقاطة بس احنا نمشي على الكلمات بالمعنى وليس بالإسقاطات. نعم. يعني وقانون المرئي والمسموع يحاسبك على المعنى وليس الإسقاطات. يعني ابو محمد هذا شنو معناته انت الحين قاعد تتكلم تقول ان هذا ملح؟ اي يعني ملح بالديمقراطية ولا تقصدها بالمعنى؟ مقالتك اي ملح بالعراس قبل يكتون على العروس والمعرس ملح عن العين، فملح في الديمقراطية الكويتية عن العين لحد ينضلنا عليها. طيب طيب خل يعني نبدأ في المحور الأهم، وقد يكون الكثير ما يربط كل قضايا الكويت في مصطلح اسم شيوخ أو أسرة. أبي أبدأ معاك بمقاله مهلهل المضف، النائب هلهل المضف، دولة المشيخة يجب أن تنتهي، هل عندنا فعلا أزمة سببها أسرة؟ لأن دائما تسمع أن من يتهم الشيوخ بأنهم سبب أزمات البلد المتفرقة.
نائب هلهل تربى وكبر على مدرسة حفظتها الحكي، فقاعد يعيد ويزيد كلام اسمعه منذ نعومة أظافرة، لا يعي ما يقوله. دولة المشيخة غير موجودة بالكويت منذ ما قبل الدستور. طيب. الكويت دولة شورى ومشورى من أيام اللي نوجد تاريخهم، مبارك وجابر وسالم وأحمد الجابر، كانوا أهل الكويت. وارجع للقصص والروايات وماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا رد عليه فلان. احنا دولة نتحاور توصل إلى أن نتناجر للمصلحة للمجتمع، فكلمة دولة مشيخة موجودة بدول ثانية ومو موجودة عندنا بالكويت، ولكن لا قبل الدستور ولا بعد الدستور. نعم. طيب ما تعتقد أن يعني بسبب أثر وجود بعض الشيوخ في المناصب المهمة بالتالي هم يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية، وهذا أمر طبيعي؟ من هم الشيوخ اللي موجودين بالمناصب المهمة يا حظي؟ الوزراء نقول رئيس الوزراء أولهم، وكأنك يعني تعتقد أن الشيوخ قليلين أو قليل من يتمتع بمناصب فيهم بالكويت؟ ما أدري شو يعني شلون أجاوب، إن الشيوخ نوجدوا علشان ينحرقون لا أكثر ولا أقل. وارجع لما حصل مع أبناء الصباح كلهم، كل من يبي يسوي بطولة يبي ياخذ نصر يشوف له أحد أبناء الصباح ويقول عنا ما يجب أن يقوله. لو عيال الصباح كما يدعي إنها دولة مشيخة أو دولة كان الوضع صار غير. طيب حسين، أنا 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 ودي إذا سمحت لي دكتور الله يحفظك، أنا قرأت وتابعت كثير من الافتتاحيات أبو محمد والآراء، وقعدت معك تناقشت في كثير من الأمور. أنا لاحظتك طال عمرك وحس إن في تناقض أمامي، يعني صراحة أنا لأول مرة أسألك هذا السؤال. تحفظ. ألاحظك من أكبر الناقدين للشيوخ، زين، يعني من يمارس أعمال المسؤولية في البلد، وكذلك في نفس اللحظة من أكبر المدافعين لهم في مواقف، وخصوصا لما أشاهد البعض يعني دخل في اللعبة السياسية وتكالبت عليه القوى أو يعني المصالح المختلفة في هذا الموضوع، دفاع وهجوم. فسر لي يا طال عمرك من هم؟ وايد أنا لاحظتها وايد. لا، من هم؟ أنت تقصد شيوخ أم تقصد أبناء الصباح أم تقصد ما يلقبون بأبناء الأسرة؟ أي واحدة فيهم اللي أنت قاعد تسألني فيها؟ هذا سؤال، هذه النقطة وايد مهمة. أنا لاحظتك دافع عن الشيوخ كشيوخ وتنتقد مؤسسة، زين، ما أدري يعني هذا النقد ممكن يكون مقل فيه، لكن مؤسسة الأسرة كذلك موضوع مهم يعني في هذا الموضوع. ناخذها نقطة نقطة. كلمة أبناء الأسرة، من هم أبناء الأسرة؟ أبناء الصباح قاطبة فوق 4000 نفر 5000 نفر، إيش دخلهم بالحكم؟ إيش دخلهم بإدارة الدولة؟ ناس قاعدة ببيوتها، ناس ما عندها بيوت. شيوخ ما عندهم بيوت؟ إيه، في شيوخ ما عندهم بيوت، حتى بيت حكومة مسجلين ما ياهم الدور، وما أكثرهم.
طيب إذا أبناء الأسرة هم الشيوخ اللي يديروه فقط؟ يعني شو الفرق بين أبناء الأسرة وبين تبين أكمل جملتي ولا تبين تقاطعني ونروح لمحور ثاني؟ لا تفضل اللي أنت تبي. أبي تكمل ونفهم. من أطلق كلمة أبناء الأسرة هو يقصد المقام السامي، لأن بالدستور من يحكم وأبو الثلاث سلطات هو الأمير، بس عشان يلف عن المسميات اللي قد يحاسب عليها قانونيا في جمل اللي يقولها، مرة أسرة مرة شيوخ مرة أبناء الصباح مرة عيال ذرية مبارك، لعب سياسي بانتقاء الكلمات. ما في شيء اسمه أبناء الأسرة. أبناء الصباح عائلة من عوائل الكويت، لهم ما على كل العوائل الكويتية وعليهم ما على كل العوائل الكويتية. شفت واحد من الصباح أخذ ميزة بالقانون أو غير عن غيره؟ كم واحد من الصباح حكم ودخل السجن؟ فكلمة أبناء أسرة هذه كلام يراد به باطل. خلصنا من هالنقطة، نروح للنقطة الثانية اللي هي أنا أشرس من ينتقدهم وأنا أشرس من يدافع عنهم، إذا ينفع المصطلح. إحنا ربينا كويتيين، أن نقول حق العور أنت عور بويها، ما ننطره يروح ونحش فيه كما يحصل الآن مع من يقال عنهم كويتيين. وبنفس الوقت أنا اللي دافع عنهم، لأن لا يوجد منبر بالكويت يدافع عن أبناء الصباح. الكل ماخذهم شماعة يسوي فيها بطولات مثل ما يبي. أتمنى أكون جاوبتك. أنا عندي شيخ تعقيب صغير على كلامك وسؤالي. أولاً عشان لا يقولون أنت قلت شيء وإحنا سكتنا لك، موضوع أن الشيوخ ما يأخذون ميزة، دارج عند الكويتيين أن الشيوخ يأخذون من صغرهم راتب شهري. أنا بقول عنك الحين لأن معلومة، وهذه يعني مو بالاتفاق، بس أنا أدري أن معاشات الشيوخ اللي من الصغر أو من ولادة يأخذونها من راتب صاحب السمو، من راتبه السنوي وهو اللي يصرف من الديوان الأميري، فميزتهم من الشيخ مو من الدولة، يعني مو من مجلس الوزراء خلينا نقول. بس عشان اللي يقولون أن هاي المعلومة قلتها وما حد رد، سؤالي في أثناء الاحتقان السياسي اللي من 2000 خلينا نقول من 2012 وما قبل بسنة سنتين إلى اليوم، دائما ما يردد صراع الشيوخ تنظيم بيت الحكم، صراع الشيوخ تنظيم بيت الحكم. هذه شماعة ولا حقيقية هي السبب الرئيسي للاحتقان اللي احنا نعيشه صار لنا سنوات متواصلة؟ شكرا. تبيني أجاوب على الأول ولا الثاني؟ لا، ها تعليق أنا قلته بعد. لا لا مو تعليق، إذا غلط إذا معلومتي غلط. لا لا، أول شيء من ينسب أن عيال الصباح يأخذون راتب من تاريخ ولادتهم هذا كلام غير صحيح. أبناء الصباح يأخذون مو راتب ولا يسمى راتب، مكافأة أو منحة من الأمير. معلومتي صحيحة؟ نعم. هذه بدأت رواتب في عهد الشيخ عبد الله السالم، وصرفت الرواتب مو لأنهم محتاجين، صرفت الرواتب لأن هناك من أقنع الدولة في ذيك الأيام الصباح لازم ما يشتغلون تجارة، الصباح لازم ينؤون بحالهم
علشان ما يتسبب المخالفات ويظلمون الناس ويأخذون حقوق الناس يقعدون ببيوتهم وينعطون رواتب. هذه فلسفتها بالبداية وظلت على هالحال وصراع الشيوخ. الله يرحم حال عيال الصباح. أنا في بداية حكم الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنته أبلغت الشيخ ناصر في ذيك الأيام أنا أطالب بإلغاء، وكتبتها 2006 أواخر 2006 2007 موجودة تقدرون تدخلون عليها، أطالب بإلغاء رواتب عيال الصباح من باب انتفع يعني لا صار عندهم وظائف وكذي. لا لا، من باب عطني مجال أنزل أشتغل. صحيح. عطني مجال أساوى بأعضاء غرفة التجارة. مو حلال عليهم وحرام علي. أي وزارة تروح لها ماسكها شيخ والتقدم بوزارة يلغون طلبك. ليش؟ قال ما نبي ترسى عليك وباكر يقولون خذاها لأن شيخ. وصراع الأسرة أو تنظيم بيت الحكم اللي دائما يعني يعزون له سبب. رديت مرة ثانية، بيت الحكم الأسرة، لا يوجد شيء اسمه أسرة. الصباح أي واحد من الصباح مواطن. 90% من عيال الصباح ما وصلوا ديوان الأميري وما يعرفون شلون يدشونه. شلون تسمي ابن نظام حاكم؟ أي نظام حاكم؟ الحكم لله ثم للأمير دستوريا. رئيس الوزراء مو محصن. تبي تحصن واحد قاعد ببيتهم اسمه آخر اسمه صباح؟ وحسين أنا عندي تعقيب وعندي سؤال. تعقيبي على جزئية محل هالمضاف، محل هالنما حكى على دولة المشيخة أعتقد هو كان يقصد على الحكومة الشعبية، ويمكن اللي شجع على هذا الطرح أداء الحكومة الحالية أو حكومة الشيخ جابر المبارك. فأنا هذه فهمي لما طرحه النائب محل هالمضاف في هذا المانشيت. ترى في ناس تأيد هذا التوجه لأن الأداء السنوات الأخيرة أداء مو طيب. إحنا في ديوان الشاهد ما توقعت مر حلقة ما قاعد ننتقد فيها الحكومات الحالية أو اللي سبقتها، ودائما مقياسنا أوضاع الكويت سواء في المؤشرات أو فيما نشاهده في المشهد اليومي. أنا أبو حسين يمكن قلت ما حضرت، لا أنا محضرين راجعين حق مقالات قديمة. أنت محضرين. لا لازم نحضر. لا لا نقصد ما صار محمد عنده مقالات تفجيرية. ايه بس خلي أقول شغلة بعض. ايه. بالأمانة بكل أمانة وبكل صدق بعض الحلقات المهمة ويخرج مسؤول ولا أيا كان ما بيأسمي عشان لا يفهمونه، وشفنا يعني بعض من قبل يطلع ويبين الاتفاق ويا المحاورين. ايه. هو يريد أن يلقي خطب معينة. ايه. مسبق الاتفاق عليها، وهذا لم يحصل هني. ايه. معانا، والدليل يعني أن كل واحد قاعد يسأل سؤاله من كيفه. لا البعض القياديين يطلع لقاء مسجله ويبثه على بنا لايف. هذا امر اخر. هذه بعد بدعه جديده هذه. نعم. مقاله نشرت في 12 فبراير 21 عنوانها انت شو اسمه التجار والسفارات والشيوخ والماشيت بحد ذاته. بتكلم هذه جزئيتين في المقاله. جزئيه يبطار الشيخ احمد اليابر وقضيه انه فوت الفرصه على الانجليز فيما يتعلق في مجلس الشورى مجلس 21 لم تخني الذاكره. عهد الشيخ احمد اليابر كان مليء بالاحداث الساخنه. اول انتخابات حصلت في عهده للبلديه 32، الروح الاوقاف المعارف الى المجلس التشريعي الاول والثاني 38، والاحداث الساخنه في ذيك الفتره. يعني انا يمكن قلتها في احدى الحلقات، لولا حكمته في 38 لراحت الكويت. فهل تعتقد التاريخ أنصف أحمد اليابر من حكام الكويت؟ وصلنا هو قضى فترة زمنية طويلة فيها العديد من الأحداث. السؤال الثاني من خلف طولوا بالكم علي، يبطاري المعلم الداهية تقصد فيها الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه. الله يرحمه. إيه
وقلت إن هدم المعبد عليهم وارجعهم إلى حجمهم الطبيعي كتجار سياسة مدعين. شنو أبرز المحطات اللي أنت تشوفها تتناسب مع هذا المانشيت في عهد الشيخ صباح الأحمد، خصوصا أن احنا قاعد نسمع في الفترة الحالية هناك آراء شوي بدأت الأصوات ترتفع سواء إيجابية أو سلبية، ولكن غالبية تتجه في الاتجاه السلبي. خلصت؟ خلصت. هذه المقالة قبل سنة. ثلاث أسئلة مع بعض، أي واحد أجاوب؟ لا، الأول تعقيب. أيه؟ الأول تعقيب. أحمد الجابر الله يرحمه مؤسس دولة الكويت الحديثة، كل وزاراتك وطرقك وبيوت الحكومة والتعليم والصحة كلها حصلت في زمانه، لكن لم يكن هناك إعلام ليغطي حقبة الشيخ أحمد الجابر اللي ظلت إذا ماني غلطان 36 سنة. بالروايات والأحداث اللي اسمعها عن أحمد الجابر لم ينصف، وكان حاكم فريد من نوعه. إذا طالع كل الحكي مبارك عبد الله السالم، مع أن عبد الله السالم حكم 9 سنوات، حصد كل إنجازات وعقود واتفاقيات اللي سواها أحمد الجابر. سؤال ثاني ذكرني. تكلمنا فيه على مرحلة الشيخ صباح الأحمد. أنا دخلت الإعلام سنة 80 لمدة سنة ونص، مو الإعلام، الصحافة، مجلة التعاون الخليجي، ومن ثم تركت ورجعت في بداية 2000 عندما رخصوا الصحف والتلفزيونات والمجلات. بدأت ألتقي شيخنا صباح الأحمد حين كان نائب رئيس وزراء وزير خارجية، وحين أصبح رئيس وزراء، ومن ثم أصبح أمير. تعلمت منه الكثير، معلم بجميع المجالات، وين أحكي عن لقاءاتي معه ونقاشاتي معه. لكن آخر لقاء أو لا بأواخر اللقاءات ب 2018 إذا ماني غلطان، 2019، فتحت نقاش معاه حول الوضع بالكويت وما يحصل من السياسيين، وخصوصا مجلس الأمة، وكان نقاش عن أكثر من نائب ومن ضمنهم رئيس مجلس الأمة. وكنت عصبي وحاد بكلامي، مثل ما قال الأخ علي أنت حاد بكلامك الله يرحمه. فالتفت علي قال لي بكل هدوء: برد دمك. فأنا يعني نقاش ومعلومات وصار كذي وبيصير كذي، هو يقول لي برد دمك. فانصدمت وركزت بسمع منه شنو ردت فعله. فقال لي بالحرف الواحد:
لا تستعيل ولا تحكم وانت دمك ثاير، خل دمك يهدى ويبرد عشان تعرف تحكي وتاخذ قراراتك. سوى كذي بيده الدمله لا ما طلع لها راس ما تنبط يا صباح، انطر على الدمله لا طلع راسها لا بطيتها طشر دمها. هذه اخر نصايح صباح الاحمد حقي. انبطت الدمله ولا الحين؟ قاعد يبرد دمه الشيخ قبل لا يجاوب. نعم اقول قاعد يبرد دمه قبل لا يجاوب. والجزئيه تمهلها المضاف انه مهلهل قد يقصد لا كلام هم مهلهل. احمد الخطيب قال 100 مره وتلاميذ احمد الخطيب قالوا 100 مره على مدى 50 سنة. نبي حكومة من رحم من الشعب. زين الصباح مو من الشعب؟ أبو محمد على نفس السياق يعني ابتسامتك تخوف وانت تبوسم وتهدد تفضل. لا طبعا لا بالعكس والله يعني قاعدين نستمتع بهذا الكلام. انا مستمتع اكثر اني معاكم. حياك الله. اشهر برنامج بالكويت والشرق الاوسط كله برنامج دوانية. بس بعلق تعليق واحد. اي تفضل. لا يوجد احد في الكويت ما بيحكي برا الكويت عنده ديمقراطية غير الصباح، ما عداهم تصادم مع أحد. شوف ممارسات الدكتاتورية اللي قاعدة تمارس وهني أكبر دليل. طيب خل بس إذا بس خلنا أكمل جملتي تفضل. إذا سمحت تفضل. لولا ديمقراطية الصباح سمحوا القيادة والحكومة لتلفزيون الشاهد يسوي برنامج مثل برنامجكم، وسمحت أنا كرئيس للمجموعة الإعلامية أن كل واحد فيكم يقول اللي يبيه تحت الهواء. طيب شيخ ما يخالف على هذا السياق. لا لا بس قبل لا على هذا السياق عندي سؤال ما يخالف. احنا هني في البرنامج نطرح أحيانا آراء تنتقد الشيوخ وتنتقد الوزراء الشيوخ منهم حقكم. هذا ما يسبب لك إحراجات؟ في بداية دخولي الإعلام كان يسبب بعض الإحراجات وكانوا يزعلون وكانوا يحاربون وكانوا 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 بس تعلموا أن أبو طبيع ما يغير طبعه. إحنا كويتيين وميزة الكويتي أن يقول ما يبيه وقت ما يريد. مو الصباحي مو الشيخ، جميع الكويتيين من حقه يقول اللي يبي وقت ما يريد. يعني احنا اكيد انا يعني بدوري اقول ان الحمد لله على نعمة الكويت بكل امانة. يعني لا هي مجاملة ولا هي بالعكس. احنا ندري ان الكويت غير والاسرة الكريمة غير، وانا اتفق معاك الاسرة اسرة صباح لها ما لها وعليها ما عليها مثل اسرة مثل باقي الاسر الكويتية. ولكن ابو محمد ما تشوف ان نظرا للفترة الاخيرة يعني حقيقة المشاكل اللي قاعد تصير بادارة الدولة، انا اتكلم اليوم من مجلس وزراء رئيس مجلس الوزراء وانت نازل. اذا لا تقول ادارة الدولة، ادارة الدولة هو الامير، قول ادارة الحكومة. خلنا نبتدي ننتقي الفاظنا، لان الصحف التجارية خلطت الجمل مع بعض وخلطت الكلمات مع بعض، تقصد فيها ما تقصد والناس صارت ترددها نعم. دون وعي انه هذا يقصد هذا وهذا يقصد هذا. انا اهم شيء الفكره توصل. يعني انا قاعد اتكلم عن الامير صاحب السمو انه يمارس سلطاته من خلال وزرائه. نعم انا اتكلم اليوم على اداره. اليوم قاعد اتكلم لما نتكلم عن رئيس مجلس وزراء ابو محمد نتكلم على سي او الكويت، وهو الرئيس التنفيذي وهو اللي عنده الادوات وهو اللي ينفذ وهو اللي يغرر. أجاوبك قبل لا تسترسل وتضيع اللي بقول لك إياه. يقول. على هالجزئية. تفضل. أنت آخر رئيس وزراء
حكم الكويت هو الشيخ صباح الأحمد. نعم الله يرحمه ويغفر له. كان أول رئيس وزراء الشيخ عبد الله السالم، ثم الشيخ صباح السالم، ثم الشيخ جابر الأحمد، ثم الشيخ سعد العبد الله، ثم الشيخ صباح الأحمد. هؤلاء كانوا رؤساء وزراء كاملي الدسم، عارف ايش يبي ومحدد أهدافه ونازل يعمل. لما انفصلت ولاية العهد عن رئاسة الوزراء كان أول رئيس وزراء مكشوف ظهره ناصر المحمد، حاول بأول حكومة أن يكون نفس صباح الأحمد وأن يستمر كرئيس وزراء. المناورات السياسية والاستجوابات قللت من قدراته وإمكانياته كرئيس وزراء إلى أن فقد أكثر من 50% 60% من سبقوه. لما جاء الشيخ جابر المبارك صفرها، سواها زيرو، رئيس الوزراء لا حول له ولا قوة، سلم الخيط والمخيط لغيره. لما جاء صباح الخالد، بسوي لك بس مقارنة، تفضل. صباح الخالد حين كان وزير خارجية كنتوا تشوفون ردوده في البرلمان، واقف لهم على الوحدة، تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ صحيح، هاي ملاحظة دقيقة 100%. من يتحكى نائب قام وقف صباح الخالد وقال ما يجب أن يقال. ولما صار رئيس وزراء قال أنا أطالب بفصل السلطات وتطبيق مادة 50 وما حد يتدخل بشغلي، فجأة ودون سابق انذار ركب نفس مركب جابر المبارك وسلم الخيط والمخيط لغيره. على الأقل جابر المبارك لما كان رئيس وزراء كان عنده فريق من الوزراء يقومون بما يجب أن يقوم فيه. صباح الخالد ما عنده أحد، سملي وزير من وزراء حكومته الحالية، تعرف واحد فيهم؟ سمعت عن واحد فيهم؟ عندك سي في عن أي واحد فيهم وتبي يصير رئيس وزراء؟ وزراء شيخ، أتمنى جاوبتك خليتني وبناء عليه خلها لقدام. انزين انا الحين خليتني، انت فتحت علي باب ثاني حق الاسئله، في جواب يفتح لك باب ثاني حق الاسئله. لا بس خلينا ما يخالف، بس انا خل اكمل عشان انا ما كملت، قطعتني باول بدايه السؤال. اول شيء وين تتوقع المشكله؟ انت ذكرت رؤساء مجالس الوزراء اللي هم كانوا رجال دوله بمعنى الكلمه مثل ما تفضلت، كاملين الدسم، ها زين. وين تشوف المشكلة؟ هل تشوف المشكلة بعد فصل ولاية العهد؟ نعم، عن مجلس. نعم، سبب مشاكلنا فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، وأطالب وأتمنى على الشيخ مشعل الأحمد أن يكون رئيس وزراء الحكومة القادمة علشان نطلع من هالموال. هذا والدليل والدليل من 62 إلى من أواخر الثمانينات استجوابين ثلاثة أربعة اللي قدموا إذا ما تخوني الذاكرة. من مسك ناصر المحمد أسبوع وترك استجواب، لأنه مكشوف ظهره، مو شايفينه أنه هذا قائد الكويت، شايفينه موظف بدرجة رئيس وزراء يروح يجي غيره. فيجب إعادة هيبة رئيس الوزراء، رئاسة الوزراء، بضمها مرة أخرى إلى ولاية العهد. زين محمد، سؤالين سريعين. أول شيء، هل تشوف أن الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه هل أخطأ في هذا الموضوع، أن لما انفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، تفضلت وقلت أن موضوع رئاسة الوزراء، الرئيس الوزراء الحالي لا يملك سلطة على الوزراء الآخرين، أو ما عنده
مو هم يمكن مو هم نقيهم، خلينا نقول بالمعنى الأصح. طيب هذا ضعف من الرئاسة، من رئيس الوزراء. إذا اليوم أنا ما نقي فريقي، مثل لعبة كرة القدم أبو محمد، اليوم أنت لما يحطونك مدرب أنت تختار اللاعبين. سؤالك الأول وايد حلو ودسم، رحت لسؤال ثاني وايد بسيط وعادي، فخلني بسؤالك مال صباح الأحمد، أخطأ أو لم يخطأ؟ إنزين، والثاني هم محتاجين نجاوب عليه. لا أتصور أن صباح الأحمد أخطأ أو كان يقصد أن يخطأ لسبب واحد. صباح الأحمد كان يبي يعطي أدوار أكثر للجيل اللي معاه ليرتقوا إلى مرتبة قيادة الدولة، واللي حصل فكان عضيده وسنده والأمين هو ولي العهد في ذاك الوقت شيخ نواف الأحمد، ومن ثم ناصر المحمد رئيسا للوزراء. منو كانت وزراء ناصر المحمد؟ عدد أساميهم في البدايات كلها من الصباح ومن عوائل الكويت ومن أبناء قبائل الكويت ذو الخبرة والحنكة السياسية اللي كانت مطلوبة. اليوم صرت تبي ترضي هالكتلة وتبي ترضي هالمجموعة وتبي ترضي هالجهاز الإعلامي. يعني تشوف محمد ما يتكرر، ما تتكرر هاي النماذج اللي تفضلت قلتها السابقين لرئاسة مجلس وزراء إلا إذا ربط رئيس مجلس وزراء مع ولاية العهد؟ هل يعني ليش يعني أنا اليوم أعمل كرئيس وزراء؟ أسألك سؤال، خطة. أنا بسألك سؤال، تفضل. من الوزير اللي تم إقالته في زمن صباح الأحمد؟ ما في. لا شلون ما في؟ ناصر صباح الأحمد ولده. أنا قاعد أتكلم أقال ولده. لا أكو حاكم يقيل ولده وزير دفاع نائب رئيس مجلس الوزراء الأول، كان معلم، كان مدرسة. نعم صحيح. أنت اليوم وزرائك على مدى حدث ولا حرج، مو ما أقيله، حتى استجواب ما حد يستجوبهم. ما نبي هذا وزير تبع تجار، نفس ما قالت وزيرة الأشغال السابقة الأسبق رنا جنان، جنان أن هذا استجواب شركات. ومحمد الشيخ صباح، هذا آخر سؤال، الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه دار رئاسة الوزراء من غير ما يكون ولي عهد ونجح في هذه الإدارة بامتياز. علشان ما نكون غير منصفين، في ذيك الأيام لما الشيخ صباح صار رئيس وزراء كان هو الأمير وهو ولي العهد وهو رئيس الوزراء، كان الشيخ جابر الله يرحمه تعبان ولا علاقة له بالحكم، وكان الشيخ سعد أيضا تعبان ولا علاقة له بالحكم. صباح الأحمد كان مثلث في ذيك الأيام، عد الكويت من مرحلة الله أعلم وين كانت ودينا لو شيء غلط صار. أيام ما كان رئيس وزراء. نعم. أيام ما كان رئيس وزراء كان شيخ جابر يتعالج، كان شيخ سعد يتعالج. صحيح. فكان هو رئيس الوزراء وكان هو ولي العهد وهو الأمير. طيب إحنا بدينا ندش بالشأن الحكومي، بنكمل بالشأن الحكومي، بس إذا في سؤال بالشأن القسم الأول خلينا نقول. إيه والله المحور الأول. تفضل. يمكن آخر سؤال ما أدري عاد الأخوة يشوفون. أنا قرأت من يومين افتتاحية ومقالة باسمك أبو محمد عنوانها وايد ملفت للنظر، الصباح ضحايا الاغتيالات السياسية، تمعنت فيها. وسؤالي من بعد ما شفت هذه المقالة، هل هناك أحد من الصباح يسعى إلى اغتيال الوزراء من الأسرة من الصباح؟ هذا واحد سياسي. مين نعم اغتيال سياسي طبعا. أنا قاعد أتكلم بها الزاوية، ما عندنا اغتيالات بعد 10 سنين يسمعون كلامك. لا لا لا، الزاوية الثانية الله يسلمك، لاحظت كلامك إن هناك تحالفات اقتصادية إعلامية خارجية، أنا هذه تحتها حط خطين ثلاث خطوط في هذا الموضوع. ف
صراحة لفت نظري تحليل ومعلومات هذا الافتتاحية. أودي أنا استمعت إليها وناقشتك يعني أكثر من مرة في هذا الموضوع وتحاورنا في حوارات في هذه الزاوية، بس أنا أودي أطلع إلى ما تتفضل فيه في هذا الموضوع أبو محمد. سؤالك شنو اللي تبيني أجاوبك عليه؟ حدش معاك بهالحوار؟ هل هناك يبينا ساعتين؟ لا، هل هناك من الصباح من يسعى إلى اغتيالات سياسية للصباح؟ أقلب لك السؤال، خذ راحتك. هل هناك وقتك هذا. هل هناك من هو في الإخوان المسلمين يحاول اغتيال أحد أعضاء الجمعية العامة للإخوان المسلمين عشان يأخذ مكانه؟ جاوبني عشان جاوبك. لا، أنت اللي حين موجود للإجابة، لكن هناك نعم موجودين، بس أنا مختص فيهم. ها أي. لا أتصور أنه أحد من الصباح يتعمد أو يخطط لاغتيال أبناء عمه سياسيا. الخلافات تحصل بين الأخ وخو، خلافات طبيعية أن يختلف فلان مع فلان، هذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر، هذا يصر على وجهة نظره، هذا يتعند لوجهة نظره، بس هذا لا يوصل إلى إعدامات سياسية. فلا أتصور أن أحد الشيوخ من وزراء، لكن زين تكتلات اقتصادية أن ينحرق فلان عشان يجي فلان، ينحرق فلان عشان يجي فلان. إذا من وراء حرقتهم؟ مو معقول المشهد يعني كذي. عفوي أبو محمد، خلنا نتكلم بصراحة يعني. أشكرك على هالسؤال، أقفز معاك إلى ما حصل في سفارة دولة الكويت في القاهرة أمس أول تمس قبل يومين ثلاثة. نواب رايحين، سوالهم السفير عشاء، دخل جويهل نائب سابق مواطن كويتي، قامت الدنيا مقعدت، شلون هذا يدخل السفارة؟ ليش ما يدخل السفارة؟ يقال أنه عليه أحكام، واللي عليه أحكام يجب أن لا يدخل السفارة. الحملة الإعلامية المسيسة من وراها، منو دعا جويهل يحضر السفارة؟ منو سمح لجويهل يدخل السفارة؟ منو كان راغب بوجود جويهل في وجود النواب مطر، حمد المطر اللي بينه وبين جويه القضية، وعبيد الوسمي اللي برضو بينه وبين جويه ما صنع الحداد، منو اللي جابه؟ عبيد ما كان موجود، المطران موجود باجي، لا ما 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 نوجد، لكن هو من ضمن الوفد. كان ممكن يكون موجود صحيح. فبالتالي من صنع هذه المشكلة؟ في تحقيق، من في تحقيق؟ دائما هناك موظف يقوم في شيء يسوي مشكلة ويدفع ثمنها واحد من الصباح. طيب، بس قابلين الصباح يدفعون الثمن، ما عندهم مشكلة. طيب، على هذا السياق أنا مبدي من محيط ما انتهيت. يعني أنت تطرقت في كلامك أن رئيس مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء ذهبت هيبتها، أبي أسألك. لا مو ذهبت هيبة، ماك شيء اسمه هيبة. إذن ذهبت قدراتها على إدارة مؤسسات الدولة. طيب، إذن ما أصبحت لها. إذن هذا ادعاء مني أنا أو من البعض، خلينا نقول أن رئاسة مجلس الوزراء ما أصبحت هيبتها كما هي السابق. ما تعتقد أن اليوم رئيس مجلس الوزراء الحالي، خلينا نتكلم عنه، وقوفه وتسليم أمره ومصيره بيد إنسان مرفوض شعبيا إن صح التعبير، هو من قتل هذه الهيبة أو قلل منها، خلينا نقول هو السبب في ذلك؟
سبق جابر المبارك، ليش تلوم صباح الخالد على من قام به؟ أنا قلت لك سالفة الدملة وصباح الأحمد، وقلت بنفس الوقت في مقالاتي أنه صباح الأحمد هد المعبد وكشف أغلب السياسيين اللي سيسون كل شيء، صار واضح قدامكم أنتوا على مدى سنوات في كل صغيرة وكبيرة الشيخ السبب، ولد الصباح السبب، لكن تيون عند صاحب الوكالة صاحب الشركة ما حد يجيب سيارة. ما يجوز، هذا ولد عائلة، هذا ولد حمولة، ولد الصباح لا مو ولد عائلة ولا هو ولد حمولة، قول عنا اللي تبي. محمد عندي تعليق على كلامك وبربطه بسؤالي، وتسمح لي إذا بخالفك في الفكرة اللي طرحتها في إعادة دمج رئاسة الوزراء في مع ولاية العهد. أنا أعتبرها الدمج أعتبره قري عودة إلى الخلف، وأنا مع إنه يكون عندنا رئيس وزراء سابق مو رئيس وزراء راحل ولازم يموت عشان يتبدل، يعني من منصب تنفيذي يروح يغيره. إذا المشكلة بالاستجوابات، ترى إعادة دمج هذا المنصبين ما رح يوقف الاستجوابات، الوضع تغير دستوريا يسمح باستجواب رئيس الوزراء إذا كان ولي عهد أو ما كان. إذا مشكلتنا بال لا دستوريا تستجوب ولي العهد دستوريا يصير، بس ما صار يعني ما رح يسوي، يمكن ما أنت تستبعد استجوب رئيس الوزراء عرفاً ما يصير يمكن، بس خلني أقول لك إذا سؤال تفضل. صباح الأحمد له ولي عهد ولا وكان رئيس وزراء يوم كان وزير خارجية ما استجوبه. كمل كلام. إيه تفضل. تكملة على فكرتك. وهو رئيس وزراء كان يسترجي كائنا من كان أن يتعدى صباح الأحمد وهو رئيس الوزراء بخطوة. لما يمشي هو وجاسم الخرافي الله يرحمه، كان جاسم الخرافي يمشي وصباح الأحمد وراه قلص كما يحصل الآن مع مرزوق ومع جابر المبارك ومع صباح الخالد. أبو محمد إذا السالفة مو سالفة ولاية عهد هيبة بمعنى هذه الجملة، بس لأن الكل كان عارف أن صباح الأحمد هو رئيس الوزراء وهو ولي العهد وهو الأمير القادم، فكان الكل يتعامل معه على أنه حاكم. توني شارحها ناصر لمحمد جابر المبارك، أنا أربط لك يا ربي. فبالتالي اليوم صباح الخالد الإنسان اللبق الدبلوماسي المحترم اللي عرف يسمع لما تتكلم يعطيك كل حقك بطرح ما تريده، بقول شيء نسيت استدرجك بالكلام بالضبط. في الربط ليش انا اقول لك الوضع تغير وما راح يحمي هذا المنصب من الاستجواب. انا تقديري الشخصي ان الاستجوابات لو تصير يوم وترك مو اسبوع وترك خلاص اصلا فقدت قوتها. قبل لوحوا تلويح باستجواب احد وزراء السياده خارجيه دفاع داخليه او وزير شويه قوي. كم سؤال سالتني الحين؟ ما سالت، ماني حافظهم عشان اجاوب. لا لا الحين اربط لك اللي قلته، التلويح قبل باستجواب وزير واحد من وزراء السيادة داخلية دفاع خارجية كان يا تنحل الحكومة يا ينحل المجلس يا تستقيل الحكومة. اليوم قبل أسبوعين استجوب وزير الخارجية وطاف الحفة، عقب استقال وزير الدفاع ووزير الداخلية مع بعض طقة واحدة قبلت استقالتهم بأربعة وعشرين ساعة. شو السبب؟ على حسب حسبتي ست سبع أسئلة هالجملتين اللي قلتهم آخر حمشي معاك
من الآخر. إيه. وزراء السيادة اصطلاحا. لا لا خنبطل من هذه الاصطلاحات الظالمة اللي أطلقتها الصحف التجارية. أبطلها أنس الصالح لما دش الخارج. لا لا أنس الصالح توايا أمس واليوم هذه المصطلحات صار لنا عشرات السنوات نسمعها. اليوم لو عرض عليك وزارة وزير مالية أو تجارة أو وزير داخلية ودفاع، أي وحدة تقبل وأي وحدة تطلع منها مصالح لك ولهلك ولجماعتك ولحبايبك أكثر عشان تصير وزارة سيادية؟ أنا ما راح أدش الحكومة هذه. أنت ما حد. بس إذا بس بتطلع بافتراض أيوة أخذ لك أي وزارة تطلع فيها اللي تطلع. أشكرك. تروح وزارات اللي ما حد يبيها، مواصلات، تجارة، صحة، كم يطلعون ملايين وما حد يقرب يمهم لأن منهم للوكالات. ووزارات السيادة اللي الصباح ما يعطونها حد، الخارجية والدفاع والداخلية. بابا خذ الخارجية والدفاع والداخلية وعط عيال الصباح باقي الوزارات. خل نستنفع مثل ما استنفعوا. طبعا انت برد، اقول لك كلمه الشيخ صباح توتروني، برد دمك عشان هذا اصطلاح. انا عندي مداخله تحريض، هذا عندي مداخله. تفضل. ابو محمد جيب طاري المجموعه التجاريه، انا دائما اسميهم المال والسلطه. هذه المجموعه في غضب بالشارع الكويتي اتجاه ممارسات هذه المجموعه، ولكن من قوى هذه المجموعه؟ هم من يتولى رئاسه مجلس الوزراء. اقلب السؤال، من كشف هذه المجموعة غير صباح الأحمد؟ قبل عهد صباح الأحمد كنتوا تبون طاريهم، ولكن مكنهم من كل شيء. لا 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 مكنهم لا من لا كل شيء، وهذا اللي ردنا لحكاية الدملة. متى راح تنفجر؟ وحسين سأل السؤال لأن صبرنا نفذ سنة سنتين. في زمن البني آدم اليوم والأسبوع والشهر والسنة، اليوم 24 ساعة، بس في زمن الدولة اليوم سنة والسنة 10 سنوات. الدولة باخرة لا يتب تلف غير الطراد اللي يشخط قريب. ماني صاحب القرار عشان أقول القريب ولا بعيد، الله يجيب الخير. طيب شيخ، طول الموضوع كثير يعني شكرا. ردت عبارة الصحف التجارية، الصحف التجارية، هل فعلا الصحف التجارية تتحمل هذا الكم من المسؤولية فيما يحصل في الوضع اليوم بالكويت؟ أشكرك. شنو أول جريدة بلشت تقراها وانت شاب كان أبوك يجيبها البيت؟ لا جاوبني. طيب نفس الشيء سؤال لكم كلكم، من ثقفكم وحفظكم الجمل اللي مصرين عليها؟ الأسرة، النظام، هذه الصحف. صحيح. على مدى كل هالسنوات الصحف اللي كانوا يدعون الانفتاح والحرية بس هالصباح سمعت صحيفة من هذه الصحف تجيب طاري أحد وكلاء الوكالات النفطية؟ أنا بسألكم سؤال وما بإجابة وأتمنى تفكرون فيه، هل هناك شركاء بنفط الكويت؟ أنا أعتقد الجواب في أشخاص، أعتقد الجواب في مقال سفارات وشيوخ وسفارات. لا 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 لا، إحنا كميزانية الدولة نحسب إيراد النفط ويدخل ميزانية الدولة عشان تصرف من الحكومة على الوطن والمواطن. كم وكيل من الستينيات إلى اليوم قاعد ببيتهم ونسبته توصل ليومي؟ بحثوا عن هالموضوع.
إلى اليوم؟ إيه. من شنو يعني أبو محمد؟ يعني نسبة التوصل الوكالات من... الوكالات الشركات النفطية العملاقة. نعم. الأمريكية والإنجليزية والأوروبية وغيرها. نعم. متواجدة أكيد. من وكيلها؟ أي نعم. أي عقد هي تأخذه هو يأخذ نسبته أكيد. روح للقطع الغيار، روح للبناء والتطوير، عندك أشخاص شركاء دولة الكويت بالنفط من الستينات، ما حد يسترجي يجيب اسمهم. أبو محمد، أنت الآن تطرقت على المورد الوحيد للدولة وفي شركاء. نعم. شنو الحل في هذا؟ ماكو حل قصبا عنك. شلون؟ شنو شلون؟ هذا وكيل أمريكا وهذا وكيل لندن وهذا وكيل، ماني معدد لك شركات. ليش تحرك تحرك غلط تقوم عليك السفارة تشيلك من كرسيك. خلنا ألغي قانون الوكالات وتعامل دايركت مع الأمريكان. عندك برلمان ممثل الشعب فيهم خير، خل يلغونه. كان من ضمن 2012، كان من ضمن الـ من ضمن الـ 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 الأجندة مالتهم وحطوها بال ونحل مجلس أمة. لا حبيبي، أقر في ذيك إذا ماني غلطان في 10 أنه من حق الوكيل أن يأخذ نسبة 5-10%، ماني متأكد من الرقم، قانوني رسمي. رجعوا لمحاضر مجلس الأمة في 2010 10-9-8-11، ماني متأكد. بس محمد اللي متأكد منه أنا في 2011 في مجلس 2011 المبطل الأول 2012 المبطل الأول من قدم قانون لمنع الوكالات ويكون المستثمر الأجنبي مباشرة. يجوز. يمكن هذا أحد أسباب حل مجلس الأمة. حبيبي أنت، قانون الوكالات الله يرحمه ويغفر له الشيخ سعد العبد الله لما نياب يسوي الجسور، وكانت شيء جديد على الشرق الأوسط كله أن يكون هناك جسور، جاب الشركة الكورية هونداي إذا تذكرونها، ما 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 نتأكد من اسمها اللي سوى جسر جابر هونداي. لا الدائري الرابع. لا لا قاعد اتكلم عن الشيخ سعد. سعد شركات كورية صح. نعم. الدائري الرابع اللي سوت تسور حديد راكبة على بعض، قامت الدنيا مقعدت على الشيخ سعد كم نسبته وكم ياخذ رجعوا للتاريخ لأن حصتهم مو موجودة. زين أبو محمد، على نفس السياق يعني أنا يمكن الفترة الأخيرة كنت أقرأ لك المقالات، ولكن هذه مقالة قديمة في 2013 إذا ما خاب ظني، اسمها كنت موجه الكلام إلى رئيس مجلس الوزراء أنا ذاك الشيخ جابر المبارك، وقلت له يا شيخ انقذ الكويت من الفساد والمفسدين ومن 40 حرامي، من اي من 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 من, من 40 حرامي. نعم. فاول شيء يعني انقذ الكويت من علي بابا ولا 40 حرامي. علي بابا. نعم. اول شيء يعني هل ال 40 حرامي هذول، يعني احنا قاعد نتكلم ب 2013 اليوم احنا 2022 ما زال 40، يعني تقريبا 9 سنوات زادوا ال 40، منو علي بابا في ذاك الوقت؟ هل انتهى الموضوع؟ علي بابا والأربعين حرامي هذه رواية. نعم صحيح، تراثية تسقط على أنه شون اكتشف الكنز وشون دخل خذاب بكل براءة، ما يدري أنه قاعد يبوك المال السايب يعلم السرقة. وفعلا وإحنا حكومتنا سايبة الخيط والمخيط. شيخ، على طاري الرسائل اللي وجهتها للشيوخ المسؤولين تحديدا، وجهت رسالة للشيخ ناصر المحمد إذا ماني غلطان، قلت له هز شجرة الحكومة كما كنا نهز شجرة السدرة احنا صغار عشان يتساقط منها الخايس والخربان والمعفن. خذ الشيخ بالنصيحة. ناصر المحمد لما انطلع من الحكومة ورحت له قلت له ما أخذ معاك مجموعة
شلك فيهم شايلهم على ظهرك؟ خفف أحمالك عشان تقدر تكمل مسيرتك. قال أنا ما ضحي برجالي يا صباح، غلطانين أو غير غلطانين، أنا ربيت وكبرت على أن أشيل كل من حولي. كانت إجابة ظاهريا تصرف رجل، لكن سياسيا المثل يقول لا ياكل شنو الطوفان، لا ياكل السيل. حط ولدك تحت رجلك وهو واجه السيل، واعتقد النتيجه كانت واضحه، يعني ما اخذ بالنصيحه بالنهايه. ما تعتقد هذه النصيحه ايضا تنطبق على رئيس الوزراء اليوم؟ يجب ان يهز شجره الحكومه؟ ما مو بيده ولا يقدر. طيب اكتفي بالسؤال بالجواب. قلت الله يسلمك صباح الخالد الحكومة الأخيرة في ديسمبر أتذكر. ما أدري يعني مفهومها، هل يعني ما راح يشكل حكومة قادمة يعني؟ بعدين آخر حكومة تأخر فترة طويلة جدا في تشكيلها، تشوف أبو صباح أن لها أسبابها؟ يعني التأخير كان يعطل البرلمان، البرلمان من تم انتخابه إلى بس شهرين من قدام بس بلش في العمل. إحنا عندنا كلمة برضو كلمة غلط، حل مجلس لما وخلصني، بينما برا يقول لك نريد انتخابات مبكرة. هي نفس الـ نفس الـ صح. نفس الـ معنى. لا لا مو نفس المعنى، نفس النتيجة، هو نفس النتيجة، لكن المعنى هني غير والمعنى هني غير. حل مجلس الأمة يعني الأمير صاحب القرار، أنت حل مجلس الأمة، بينما الطروحات في كل دول العالم يقول لك نريد انتخابات مبكرة لأسباب كذا وكذا وكذا. أذكر سالفة وبقولها. أي سنة؟ 8 9 ما أذكر. كان لقاء مع الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه ورؤساء تحرير الصحف، وكانت أيامها 14-15 صحيفة. كل اندلى بدلوة، وكانت الجراءة والطرح بداية الربيع، لا والله يعني رحل قبل الربيع شيء من الشكل. رئيس تحرير جريدة القبس وليد النصف جال الدور يسأل، فقال حق الشيخ صباح ليش ما تحل مجلس الأمة؟ أصبح مطلب شعبي تحل مجلس الأمة. الشيخ صباح معلم يطالعه ويسمع، أنا مثل الياهل اللي حافظ الدرس ويرفع إيده حق المدرس، أنا بجاوب، ما يلقيني وي. ليش تطلع؟ ظل يسأل كل رؤساء التحرير، مبطت شبدي، فقال كلكم سألتوا الحين الأخ صباح تفضل. قلت أنا بس بسألك، أنا السؤال مو لك طال عمرك، أنا السؤال حق النصف، مو أنتوا القبس اللي كنتوا تقولون ما يحق لجابر الأحمد يحل البرلمان، والحل لأكثر من سبب مرتين وسويتونا أفلام لها أول ما لها آخر،
شلون الحين تجرأ تقول حق الأمير حل المجلس؟ شو هالتناقض؟ يلا سلام عليكم. إجابة حاجوني. قام الشيخ صباح ومشى. فالتناقض بالطرح السياسي، حل المجلس، انتخابات مبكرة، الشعب يبي، هذه جمل رنانة. الناس عشان تدغدغ مشاعرها قول لها الحكي اللي يثير مشاعر. أشكرك قششتنا. لاحظتك بالنسبة حق وزير رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يوم ما كان وزير الخارجية وتصدي حق أي نائب يتعرض للحكومة، وكان يدافع وكان يدافع يعني بما يرى صح. اليوم يوم صار رئيس وزراء، هل أجاد باختيار بديلة مدافعا للحكومة، أو هل أجاد بالإطلاق في تشكيلة الأخيرة وما قبلها؟ يا حبيبي أمس حاطين في شاهد الجريدة قال صف صفين، قال ما بقى فينا إلا اثنين، أحمد الناصر وصباح الخالد. من بقى يا بابا علشان يلاقي له من يقوم يحكي عنه؟ خلصت. هذا سؤال مهم شيخ، منو اليوم يعني ما في معقولة غير هالشخصين اللي ممكن ننتظر أنهم يكونون في مناصب عليا من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والوزارات مهمة؟ وين خلاص أسألك بطريقة ثانية، وين أحمد الفهد، وين محمد الخالد، وين الدكتور وزير الخارجية السابق، وينهم؟ موجودين قاعدين ببيوتهم. ليش تسألني أنا؟ أسأل رئيس الوزراء ولا أسألهم هم؟ أسألهم هم، يجيبهم ضيوف عندك ودردش معاهم. اللي يدش الحكومة بهالفترة ما عنده سالفة، مو زينة له، يعني قاعد يحسبونها صح. لا حبيبي، الحكومة تنوجد بالمشاكل والأزمات اللي تحلها، مو الحكومة تجي علشان تلبس بشت وطال عمرك دخل وطال عمرك طلع. من لا يقبل أن يكون وزير في تشكيل حكومة فريق، مو تجيبني متمكن وقادر وفنان وتحطني بين محمد. ما جاوبتني على استقالة وزير الدفاع والداخلية، ذكرتني والله. أنه شلون قبلت في 24 ساعة؟ ليش؟ وهذا ايش اللي ذكرني انه ما يشجع احد ثاني يدش من شيوخه او غيرهم؟ انا ماني جزء من الحكومه او تحليلك كمراقب علشان اقول شلون قبلت بنفس اللحظه، بس المحير مو ليش قبلت، المحير ان ولد المضف صحيح. اللي عيال عمه نواب اثنين مقدم استقاله من شهر، لما الحين ما حد يطار استقالته. هذه واحده كين شفويه كتب بالصحافة والإعلام أنه قدم استقالته فأصبحت رسمية. الثانية شنو بغيت تقول؟ الثانية النائب يوسف الفضالة صحيح. كمل سنة مقدم استقالة ومجلس الأمة ما يبي قبل استقالته، وكل مرة يوجد لا نروح نسأله، لا نقنعه يرجع. إش معنى حق الفضالة حلال وحق الوزراء حرام؟ من يخرج من الحكومة يعود لها هذا الشيخ؟ في وايد وزراء طلعوا وردوا مرة ثانية. ممكن تدخل الحكومة أنت؟ أنا؟ فال الله ولا فال. ثاني يوم يصير طق. نعم؟ ثاني يوم يصير طق. طيب خلنا ما يصير طق حبيبي. أنواع الوزراء اللي وصلنا له الحين واللي انت تبي نتطور ونجيب رئيس وزراء منهم مطاريش
ومناديب ومراسلين. عندك واحد قاعد على كرسية وقاد وتحمل المسؤولية اللي هو فيها. أبو محمد، يعني الحين أنا يخالف نتكلم شوية بشكل دقيق أكثر. موضوع الحين الوزراء، الحين كلنا قاعدين نشوف إن المفروض الوزير كفاءته وإدارته حق الوزارة إيه المفروض تخليه يقعد على كرسية. الحين صار الوضع إن أنا عشان أمشي مصلحة فلان وعلنتان، وهو على قولتهم الشيء اللي يكفل لي إني أنا أقعد بكرسية. ما تزعل مني غازي، أنت أحد أسباب تدهور الحكومة واللي وصلت له الآن. التصويت قصدك؟ لا لا. أنتوا كمجموعة سياسية طول المرحلة الماضية، نعم، كنتوا تطالبون بالشباب، نبي الشباب، جيبوا الشباب، عطوا فرصة للشباب. شنو خبرته؟ شو عرف؟ وين دخل معترك سياسي؟ الشباب تاخذه حضانة، ابتدائي، متوسط، ثانوية، جامعة، وبعدين تعال حق شركات الغرب. لو تجي له تقول له أنا عندي دكتوراه، يقول لك شهادة الخبرة وينها في مجالك اللي بتشتغل فيه؟ من 5 سنوات لعشر سنوات، وغيرهم يطلب 20 سنة، وانت تجيب لي عضو جمعية تعاونية وتحطه وزير وتبي إصلاح؟ أجاوبك. أنتوا سبب المشكلة. أجاوبك محمد. تفضل. دام فضلك. أول شيء إحنا لما نطالب بالشباب، إيش إن عندنا نماذج في رئاسة الوزراء مثل الشيخ جابر المبارك مثلا، عنده خبرة طويلة في مجلس الوزراء، عنده خبرة، مارس دوره. شيخ صباح الخالد كذلك. بس اليوم قاعدين نشوف أدائهم في مجلس الوزراء على مستوى مجلس الوزراء أداء مو زين، أداء الكل ينتقده. احنا اليوم قاعد صحيح قاعد نطالب بالشباب، بس نطالب الشباب في معايير وفقا لمطالبتنا بالشباب، وأيضا في أسباب. اليوم أنا لما يجيني واحد قاعد يتكلم اليوم على 2021 ولا 2022، وشخص مو أبديتد يمكن من 20-30 سنة 40 سنة، أجيال مختلفة أبو محمد، أجيال فكرها غير. فإحنا اليوم لما نشوف الأشخاص هذول، برد عليك. تفضل. من بنوا الكويت لا كانوا متعلمين ولا كانوا قارئين ولا كانوا يكتبون، لكن كان عندهم فن الإدارة. صحيح. وكان عندهم الكويت وما بعدها الطوفان. صحيح. فلما نمسكوا مع تطور الدنيا مؤسسات الكويت تفانوا بتقديم عملهم. انت اليوم اصبح المركز أو الوظيفة وجاه. اليوم كنت واعد باكر كل واحد فيكم يروح وزارة، لا رئيس قسم ولا مدير إدارة ولا مراقب ولا وكيل مساعد ولا وكيل ولا وزير موجودين، وتروح حق الموظف يقول لك 50% الحكومة قررت الموظفين مو مداومين، تعال باكر. تروح باكر تلاقي ناس تانية، وين معاملتك؟ روح سوها مرة ثانية ويجيبها. شباب، من أوجد هذه الثقافة؟ طيب. محمد، من أوجد هذه الثقافة؟ من أوجد هذه الثقافة؟ ايه، من سيطر على حكم دولة الكويت ومؤسساتها وشركاتها؟ الناس روحوا وظائف، شركات، المساهمة، بنوك، مصانع، شركات طيران، شركات، هذه مالتنا حق عيالنا. طيب شيخ، لا تخلينا ادش اكثر، ترى ما لنا خلق نروح سجن جاي صيف الحين. شيخ، تطرقت حق من بنوا الكويت،
من بنى الكويت؟ أليس التجار هم من بنى الكويت؟ يعني دائما قراءاتنا التاريخية ونشوف التجار هم من بنى الكويت. أشكرك. خلنا نرجع لمسمى تجار. في ذاك الزمان الجميل كنا كلنا تجار، حضري بدوي راعي بحر راعي مهنة راعي، الكل كان تاجر، ومن كان تاجرا كبير أو برا الكويت كان يعمل بأموال الحاكم. طيب ما ودي أتوسع أكثر. عندك سؤال؟ أنا بعمل مقارنة ولو أنها مقارنة ظالمة شوي. لاحظ التجار لما يدزون أولادهم للمناصب القيادية أو الوزارية يكون متعوب عليه، وغير هذا مسنود، حتى باكر لو تكون في أي مساءلة عندهم الرقم اللي يحميه ويصطفون اصطفاف واحد. بينما في المقابل لما نلقى أبناء الأسرة اللي تم توزيرهم من الشباب، أما ما تم تهيئته بما هو كافي أنه يكون في هذا الموقع، أما يكون شخص تم تهيئته ولكن ما تم تغطية ظهره، فبالتالي أنا أتركه في أول اختبار وقاعد أحرقه سياسيا. ولاحظنا المشهد هذا يتكرر، وأنا أتوقع هني المسؤولية يتحملها بالدرجة الأولى رئيس مجلس الوزراء. آخرها عيال الأمير فيصل النواف، حطوه وكيل وزارة 7-8 أشهر، بس قال بصلح، بس قال ححارب الإجازات المزورة ودفاتر السيارات المزورة، قامت الدنيا ما قعدت. ما اكتفوا فيه، راحوا حق اخوه سالم وسووا له قضية تعذيب عسكري في جهاز امن الدولة. التعذيب حصل ايام انس الصالح وخالد اليراح، واحيلوا النيابة ولد الطيار وولد الصباح، ما حد حقق فيها، ما حد جاب لها طاري. كلام لا بالعكس، لا بالعكس، لا بالعكس. كلام هذا الكلام يعني في نفس السياق، من وضع هذه الماشيتات هي الصحف التجارية. احنا ناطرين الدمبله، الدمبله هذه متى تنبط؟ تروح وترجع الدمبله. لا لا، هذه جزئيه، جزئيه ثانيه انا باربطها. قد سمعت صحيفه تجاريه أغلقت اليوم واحد؟ لا. أو سحب ترخيصها؟ لا يمكن. أنا سحب ترخيصي وبعدين أوقفوني ما أذكر أي سنة 15 يوم، غير التهمة اللي عطوني إياها علشان أدخل السجن. أنا لا بحسين، أنا الحين ما أسأل في بحسين، خلونا ساكتين. أبنتقل حق البرلمان. شو عندك شغلة؟ أنا عندي شغلة في سؤال مباشر على الحكومة. أنا لو طالع مع أبداح أحسن لي منكم. لا دكتور أبداح مستلميني واحد ورا الثاني. البرلمان أبنتقل حق البرلمان. البرلمان ولا الحكومة؟ عين روح. لا بروح حق مسلمان، بنتقل حق مسلمان، حق البرلمان بس. تفضل يلا عندك، لان عندي سؤال انا بالبرلمان اجي بعدك محمد. يمكن هذا السؤال هو نقطة خلاف اسمعها واتناقش معك فيها اكثر من مرة. هل البرلمان يقوم في دوره؟ هل هم مجموعة النواب قاعد يؤدون الدور المناسب في عملهم؟ تنتقد كثير من الممارسات البرلمانية، تنتقد الاستجوابات، تنتقد طريقة العمل، تنتقد تبعية بعض النواب وسيطرة الأقطاب تجارية، أقطاب سياسية، أقطاب إيش ما كان، أقطاب خارجية، أقطاب سفارات قاعدة تحكم عندك بالكويت والتحكم. بس بسألك هالسؤال لأن السؤال وايد دقيق أبو محمد. هل الحكومة والنظام القانوني في الكويت اللي تم تأسيسه من 1962 في الانتخابات
ووضع الدوائر ووضع واختيار أو تسجيل القيود الانتخابية ووضعها في هذه الدوائر وتجميع القبائل وتجميع العوائل وتجميع الـ مثل ما تقول المذاهب في زوايا معينة وطلع لنا هذا الإنتاج وتمينا نعاني منه فترة طويلة جدا زين إلى هذه اللحظة. من وضع هذا النظام الانتخابي وضع هذه الطريقة من الديمقراطية وخلى الاختيارات بهذا الشكل؟ احنا قاعدين نحاول نصلح كثر ما نوصل إلى نقطة إصلاح. مجلس الأمة ما يحق له من 62 يصوت على الدوائر وتقسيم الدوائر؟ لا سواها تجربتين للحكومة عدلت الدوائر في ظل غياب المجلس. اليوم عندك ما ترك مجال مجلس الأمة مجرد ما يقسم النواب يقول لك بنغير الدوائر، ما في نائب يبي يغير الدوائر اللي هو نجح فيها. برلمانية ما يتم مرسوم اللي قادوها الإخوان المسلمين والتحالف الوطني برتغالي وما برتغالي وشركات بيضة وطبقت والحين بيلبسها حكومة. أنا إعلامي ترى بنطلع مقالاتك بعد دكتور. لا انتبه لا المخرجات وإدارة المخرجات الانتخابية هي جزء من عمل الإدارة الرئيسية للحكومة. ها أبو سليمان اللي قاعد يطلع هذه المخرجات ويسكت عن التصويت الانتخابات الفرعية ويسكت عن الجرائم الانتخابية ويسكت عن ليش الانتخابات شراء الأصوات ليش الانتخابات الفرعية محرمة على البدو وحلال على الإخوان المسلمين والتحالف الوطني؟ أول انتخابات أول انتخابات محمد فرعية حصلت وين؟ مو بالدعية مو عند الحضار. أنا إعلامي وسألك يا أبو محمد انت لا تجاوب على سؤالي، لا تروح الى سؤالي الى اطراف. لا هنيد هنيد ابو سليمان هنيد ديوانيه التيارات السياسيه تستطيع انها تعمل كيف هذه اختيارات. لو يتم اقرار القوانين الخاصه في عمل التيارات السياسيه كان تنظم العمل الانتخابي والسياسي في الكويت، لكن الحكومه ما تبي اللي هو هذه تنظيم الاعمال الخاصه في التيارات السياسيه احزاب اي الاحزاب ايش ما كان هي بس طيب. مذكره تفسيره تقول التيارات السياسيه لو يتم تنظيمها بطريقه عمليه عشان لكن الحكومه ما تبي. تمام ابو سليمان ابا اخذ الجواب شيخ تبي تمشي في هالمسار ابو سليمان خلا اخذ الجواب عشان بطلع فاصل. تفضل شيخ. نصيحه صباح الاحمد الله يرحمه الله يرحمه. هل أنت مقتنع بالأحزاب؟ أنا إيه نعم. أشكرك. هذا العمل السياسي. أشكرك. مقتنع بالأحزاب؟ 100%. مقتنع بالأحزاب؟ يجب أن يسبق تطور ثقافي. ماكو حل حق رئيس الوزراء إلا الأحزاب والتعامل معها. أشكرك. أحزاب برلمانية نعم. لا لا. أحزاب برلمانية كتل هي لا لا وحزاب كتل لا 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 لا, لا بس لا دقيقة بس دقيقة إذا لا جوابي لا دقيقة. سواء أحزاب مرخصة أو أحزاب برلمانية روحوا سووا 100 حزب منو حيحكمه منو حيقوده؟ التجار الإخوان المسلمين اللي أنتم مستانسين وقاعد تروحون حق البدو تلمونهم معاكم منو قيادتكم؟ زين شيخ لا تخلوني ابط جرب ما ببط دمامي لا 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 احنا نبي تبط بس شيخ كثيرا ما انت تعال انت اليوم سو حزب انت تاسسه وحط معاك كل جماعتك ومثقفينك من اول دوره حينخذ من ايدك وحتصيرون أبي أختم هالسؤال بس كثيرا ما تنتقد الإخوان المسلمين حتى لليوم ولكن تستضيفهم وتعطيهم برامج كذلك انتقدت بشدة مسلم البراك عبيد وكثير من النواب المعارضة وما زلت تستضيفهم إلى اليوم وتفتح لهم هذه الكويت نعم هذه أطباع الكويتيين بروفيشنال الريال يا أخي أختلف معك قول وجهة نظرك
أقول وجهة نظري، قولها بطريقة حادة، أقولها بطريقة حادة. الاختلاف لا يفسد للود قضية، لا يفسد للود قضية. نعم. لكن إحنا بالكويت اختلفت مع فلان خلاص عدوي. صح. بابا أنا اختلفت معاه على السالفة الفلانية. نعم. خلصنا. لا 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 خلاص طول عمرك أنت عدوة. طيب. هذه ترجع لما قاله. طيب. ناس غير مثقفين سياسياً. وغير مثقفين حوار سياسي وغير مثقفين مواقف سياسية ويدعون ويتكلمون ويبون صدام في صدام. طيب واضح. أنا أعزائي المشاهدين بنطلع فاصل نريح دقيقتين أو ثلاث دقائق على حسب المخرج، هذه كاميرتي. طيب طيب ونسمع بمناسبة الأعياد الوطنية أغنية وطنية نريح فيها ونرجع لكم إن شاء الله. عاش حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا معاكم بعد فاصل قصير لنكمل حوار إن شاء الله مع الشيخ صباح المحمد. في 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 قبل لا أنتقل حق أو أرجع حق الشأن البرلماني والنواب، في عندي سؤال من الزميل بداح الإسهالي. مجموعة صباح العالمية أو الإعلامية آسف وين بتوصل؟ يقول لك ممكن تبي تطلع ويا بداح؟ هذا بداح اعطاك سؤال. يعني شنو وين تبي توصل؟ العالمية؟ اي نعم هبوصل العالمية وبعدين من خلال انا محليا وقاعد احارب من الحكومة ووزاراتها وشركاتها وأهاليها بكل المجالات. كل اللي يصير حق أي جهاز إعلامي آخر ارجع للأجهزة الإلكترونية. كم تدفع لهم الحكومة سنويا؟ هذا مغرد وهذا مسؤول مغرد وهذا وكيل مغردين وهذا ماني مكمل. والإعلانات الحكومية تنزل في ثلاث صحف بس وترجع تقول لي الحكومة قاعد تحكم. أي حكومة اللي قاعد تحكم؟ زين محمد على نفس السياق ما يخالف، أنا شوية بزيد على السؤال مال داح. شيخ صباح المحمد منظومة إعلامية صحف وقنوات، يعني عادة صاحب القنوات وصاحب الصحف يا عنده مصالح تجارية يا عنده طموح سياسي. وين بتوصل أبو محمد؟ نروح للطموح السياسي. أنا نعرض علي ثلاث وزارات على مدى حكومة ناصر المحمد وجابر المبارك، وأبلغني الشيخ صباح الأحمد واعتذرت. هذا طموحك؟ طموحك سياسي يعني؟ إذا ما عندي طموح سياسي أدام أني مو قاعد أقبل وزارة. وزارة تجارية؟ تجاري أنا عندي مناقصة واحدة، توريد خضار وفواكه في شركة من الثمانينات. لا بغوا شيخ الشبرة مناقصة الديوان الأميري، شوفوا كم يطلع من وراها. أقول لا تسجنوني. دكتور خلينا نرجع للشأن المحلي. مناقصات بمئات الملايين والمليارات، ما أشوف ولد أمه بطل حلجة أو أشار لها. أي شنو طموحك محمد؟ يعني من خلال هذه المنظومة شنو طموحك إذا لا تجاري ولا سياسي؟ قول كلمة الحق وقتما يجب أن تقال الكلمة، إني لا يجرؤ على أكبر شنب أن يقولها. طيب. دكتور البراهيم. منو عندكم جهاز إعلامي في الكويت يتكلم عن الشأن الداخلي ومصلحة الكويت مجردة؟
عندك 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 جهاز إعلامي قاعد يتكلم عن الكويت، مو مصلحة مسؤول في الكويت أو متنفذ يخلص لي شغل في الكويت. أنا عشان كذي سألتك، قاعد أشوف إني طبعًا كل الصحف والم... كل واحد عنده مصلحة. طيب واضح دكتور. طبعًا عندي سؤال قبل السؤال، أنا أتمنى أن أنت ظل الشاهد، مو لأن أبو محمد معانا، لأن الوحيد اللي ما قاعد تخضع للمجموعة التجارية. يعني أنا واحد من الناس محطوط بلاك ليست في كل صحف التجار، ولكن الحمد لله لأنها ما يملكها تاجر مفتوحة لي، وإن شاء الله دوم مفتوحة للجميع. وتوجه أبو محمد توجه محمود، نعم. أن حتى خصومة موجودين هنا، وفعلا هذه ثقافة أهل الكويت وإن شاء الله مستمرة. أنا هالمرة نابش لك، مطلع لك مقالة قديمة 2012 إذا ماني مخطئ شهر 9، حكيت عن الحوار الوطني. هل اللي حكيت عنه في هذه المقالة هي نفس الحوار الوطني اللي تم الآن وختمها لنا الدكتور عبيد الوسمي بتسمو في الكويت؟ مصرين تسجنوني. ما حصل ليس بحوار وطني. الحمد لله، هذا نفس اللي قلت ذاك اليوم. ما حصل حوار بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، وزراء ونواب. صحيح. ما فيهم واحد يمثل 1% من المجتمع الكويتي. الحوار الوطني حاجة ثانية. أشكرك على هالسؤال. طيب إحنا عندنا 5 دقائق شيخ، أنا بروح. بكمل. آسف بس عندنا 5 دقائق. لا تقاطعني. تفضل. بكمل. هذه من أهم النقاط. يلا تفضل. ما حصل نوجد تحت مسمى حوار وطني لحل مشاكل العالقين من أبناء الكويت بالخارج، واللي عليهم أحكام، وللأسف طلع 5-6 واختلفت اللجنة. شوف الباجين الحين عيد وطني عقب باكر، لما الحين مرفع المذكرة، هذا يبي يحط ربعه وهذا يبي يشيل ربعه، وتقول لي حوار وطني خلص. طيب أبي أنتقل محلي ودولي بخلال 5 دقائق هذه بشكل سريع. البدون، يعني تكلمت أنت على البدون، أنا جايب كلامك هني تحديدا، اطردوا مدعي البدون واسحبوا الجناسي من غير مستحق لها. طيب وحافظ أنا اشكتب. ممتاز ممتاز. إذا السيد مرزوق الغانم ايه؟ رئيس مجلس الأمة إذا ماني غلطان من 4-5 سنوات 6 سنوات نزل من المنصة وقال هناك مزورين جنسية عددهم 400,000 إذا ما تخني الذاكرة. قال زيادة غير طبيعية. صح، زيادة غير طبيعية، وهناك ما يقارب 400,000 تجنسوا. هل 400,000 كويتيين؟ هناك ناس كويتية لا تحمل الجنسية الكويتية، ولاءها وانتمائها وجذورها وآبائها وأجدادها في الكويت، لكن ما لهم في الحسبة السياسية والمتنفذين علشان يضغطون ويجنسونهم. نفس ما قال الشيخ سعد العبد الله في السبعينيات لما قالوا النواب ما ايش قالوا، رد عليهم قال انتم اللي توسطون حق تجنيس جماعتكم وربعكم عشان يونوا صوتون لكم. محمد دام انك ذكرت موضوع سيد مرزوق الغانم فلازم نتكلم عن سيد مرزوق الغانم. هذه واحده من اجمل، سؤال مباشر مباشر، واحده من اجمل المقالات اللي قريتها لك، ان الحكم ما هو لعبة يا مرزوق، وتطرقت فيه عن ترسيم الحدود، وتطرقت فيه الكثير من الأمور. احنا اليوم قاعد نعاني مشكلة تداخل السلطات، ومن ضمنها ان اليوم سيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قاعد يسوي سوابق في هذا الموضوع. فنبي شنو صدى هذه المقالة، وشنو قصدك؟ انا تدري ايش اتمنى؟ اتمنى السيد مرزوق الغانم يكون اول رئيس حكومة في القادم من الأيام، لأن أنتم تبون شباب وتبون سياسي يناور ويحاور، وما تبون شيخ يوازن الأمور. لا إن شاء الله ما نبي مرزوق بإذن الله رئيس الوزراء القادم،
ومن على شاكلة مرزوق في المراحل القادمة إن شاء الله يصيرون رؤساء وزراء علشان ترضون بالشباب اللي انتم تبون. احنا مراضين عنه ورئيس مجلس امه تبي نرضى عنه رئيس وزراء. هذه كلها شعبيه نهائيه يعني كلش نطالب يعني برحيله. لا ابو محمد احنا كلش انا ما اتكلم عن مرزوق او شخص مرزوق. انا اتكلم انتم ناس تطالبون بشيء ولما يجيكم لا لا مو هذا اللي احنا نقصده. لا مو هذا الشخص اللي احنا نبيه. هذه هذه يعني اليوم لو بتسوي احزاب سيد مرزوق ما حيصير صاحب اكبر حزب في الكويت. اختاروا أفكاركم، فكروا بأفكاركم، بسكم تناقض حافظين لكم كلمتين وتيون تسولفون فيها. لا أبو محمد رئيس الوزراء حين مراخض مو 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 مراخض شو اسمه لي لرضا خليل شو اسمه للسيد مرزوق الغانم حين أقول من لا لا من قاعد المشهد ما رضخ لمرزوق من يقعد المشهد ما رضخ لمرزوق رضخ للنفوذ السياسية المتحالفة مع مرزوق تفرق. وحسين بس نبي تعليق بسيط. طيب أترك على شنو؟ على قضية الأحزاب. لا الأحزاب ناقشناها لا لا لها لوائح وليس من السهولة أن يسيطر. أشوفها نجحت بلبنان الأحزاب دمرت لبنان العنت والديها الوالدين تبي تجيبها عندنا أمريكا أحزاب نظام واضح في الانتخابات. أمريكا كم حزب عدد الأحزاب بأمريكا كم؟ حزبين ليتنافسون. لا 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 ما أتكلم على الحزبين. أنا أتكلم عدد الأحزاب في وايد وايد بالمئات. لكن الحزبين اللي تحكمها تجار ومال حكموا كل الأمريكان. القصد أبو محمد إن النظام والقانون هو اللي ضغط. أعتقد هذا الجواب يبين ما تخوف منه الشيخ قال إن لو صارت أحزاب هني راح يحكمها تجار. إحنا حاليا علي باختصار بختم. أختصر لك موضوع البدون على طاري البدون الشيخ. هذه فلسفة إن في مستحقين وفي غير مستحقين. خل المستحقين ينطرون 50 سنة لما نخلص ملفات كل البدون بعدين نجنس أول واحد. هذه فلسفة صحيحة فيها عدالة. الكل يجمع أن في مجموعة. بسألك سؤال. منذ أول لجنة تجنيس في الكويت فيها واحد من الصباح. لا بس جاوبتك. يعني إذا طيب بدلوا الفضالة بشيخ بيتجنسون. طيب طيب إحنا انتهى وقتنا شيخ. أتشكر منك. أتمنى أسئلتنا تكون خفيفة عليك. شكرا على سعة الصدر. والله ما مدانا يعني والأمانة محاور كثيرة. كان في محاور خليجية ومحاور دولية وقضايا كثير والاقتصاد والأمور هذه. ولكن لا يسعفنا لازم أبو محمد لازم تطلع معنا مرة ثانية عقب 8 سنين. يا ساتر. مو لازم برلمانين عشان هي رئيس مجلس ثم قادم نسولف عنه. تتغير أبو محمد المحاور منكم ما تبون مرزوق. بس أنا بقول شغلة عجبتك هذه. الله يسمع منك. بالختام دائما عبد الله يأشر لي وقتي اليوم ما أشر لي ليش؟ بالعكس أنت العكس الحين سويت إن اليوم الشيخ صباح محمد موجود ضيف التزمت بالوقت وضيوف ثانيين لا تبدد ماني عارف لأنه هو ما يقبل بغير التزام بالوقت. أتشكر منك نصار الخالدي. علي نصير أتشكر منك. قاضي الدوسي أتشكر منك. دكتور إبراهيم دش أتشكر منك. شيخ صباح محمد شكرا لك شرفتنا ونورتنا واستأنسنا بآرائك. أنا اللي مشكور إن استحملتوا ردود فعلي وانفعالي وما زعلتوا مني وابتساماتكم الجميلة على وجوهكم. الله يحفظك ونعرفك ونعتز فيك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين شكرا لكم كذلك على متابعتكم. نلتقيكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة وحوارات جديدة ومتنوعة تلامس اهتماماتكم إن شاء الله. هذه كاملتي. طيب وننتقل وياكم حق عبد الله سلمان ونسمع أخبار اليوم يا عبد الله. شكرا لكم.